مرحبا لك لعمي تابعنا بفقرة جديدة من سيدة وود لهذا الأسبوع اللي بقدم لكم إياها من مكاتب سيدتي في دبي. تصدرت غلاف مجلة سيدتي لهذا العدد الفنانة روجينا مع ابنتها. تحدثت خلال اللقاء روجينا عن الزواج المبكر وعن علاقتها بأولادها وعلى ماذا تندم روجينا من زواجها المبكر بنقيب الفنانين أشرف زكي. رح نترككم بمقاطع من تصوير الغلاف، خليكم معنا. إذا حبيتوا تتعرفوا على أمهات الدراما العربية، مجلة سيدتي أجرت تحقيق خاص بعيد الأم بيعرفكم على أمهات الدراما العربية. من خلال لقاء مع مجلة سيدتي وجهت الفنانة هالة الصدقي نصائح لأولادها وأعطت رأيها بالفنانة شريهان والفنانة والمطربة نجاة الصغيرة. المقولة بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة، بس اليوم رح نقول نحن وراء كل نجمة تركية أم عظيمة. مجلة سيدتي أجرت تحقيق لتعرفكم على أمهات النجمات التركيات. ضمن فقرة أسرار وخبايا، نجمة بوليوود كارينا كابور أعطت رأيها بالمرأة، وكثير من الأسرار والخبايا فيكن تكتشفوها من خلال هذا العدد من مجلة سيدتي. احتفلت كاميرا سيدتي وود مع النجمة هيفاء وهبي بعيد ميلادها في بيروت، وكعادة الفنانة هيفاء وهبي استقبلت سيدتي بضحكة وبخف الدم. الزميل علي حلال وأثناء اللقاء مع هيفاء وهبي قدر ياخذ منها تصريح حصري عن دوره الجديد بمسلسل الحرباية. بيختلف انه في كاركتير غريب وفي تحولات بشخصيتها، وانا بحب هذا الشيء، انا بحب الشخصية اللي بتتحول، يعني بتبلش شيء بتحول حسب الظروف، وبحب اتبع دايما شو معقول يغير هيدي الشخصية وليه بتتحول بتصير هيك. حلو لذيذ، انا حبيته كتير. بعد تصريح الفنانة اللبنانية نادين الراسي بحق هيفاء وهبي، كيف ردت عليها؟ خلينا نشوف. نادين الراسي سألوها سؤال عنك، عن فن هيفاء، قالت انه هيفاء حالي ما بيجي مثلها ولا ما بتتكرر. أنا بشكرها أكيد لنادين، نجمة لبنانية أنا كتير بحبها وموهبتها كتير حلوة، ويمكن أنا ما بتكرر، ما بعرف، ما في حدا بيجي مثله يعني. من الواضح أنه الفنان رامز كتير خجول قدام الكاميرا، يا ترى هذا الخجل ممكن ينكسر ويصير ممثل؟ لنشوف. ليش خجول على الكاميرا؟ شوفك على المسرح، بس ليش خجول على الكاميرا؟ بتضل صناعي. الكاميرا صناعي، بنحب دائما التواصل دايركت. يعني هلا بهيك حاله انت ابدا ممكن اشوفك ممثل؟ لا، ليش لا؟ ليش لا؟ هو طبعا بالكادر بيختلف تبع التمثيل. من خلال لقاء اكسبرس جاوبت الفنانه شهد برمده عن 10 اسئله بتكشف عن شخصيتها وكثير قصص ما حدا بيعرفها عنها، خلينا نشوف بعض من هي الاسئله. شهد، شو أسرع طريقة للوصول للشهرة؟ محتوى ناجح، محتوى مفيد. هل بتتأني أنت بس تاخدي قرار مصيري أو بتتسرعي وبتندمي بعدين؟ بتأني. شو الغنية اللي عملتيها أو العمل الفني اللي حققتي على أثر ونجاح سريع؟ بعد اللي صار. فينا نسمع شوي منها هيك على السريع؟ بعد اللي صار فليت، مين اللي قالك راجع؟ مستغرب كيف غنيت والنار بقلبي ولع. حدي أو كنت بعيد، رح أبقى أغني أكيد. وقلبي بنهار جديد، موعوده شمسه طالع. وهلأ وصلنا لمسابقة سيدة وود، ورح نعلن اسم الفائز بالحلقة الماضية وهي ياسمين عبدالله. أما مسابقتنا لليوم، لازم تعرفوا شو اسم الفيلم المأخوذ منه المقطع التالي. بيد الحبايب يا طمع يا انت وكل. وهيك بنكون خلصنا فقرتنا لهذا الأسبوع، تابعونا دائما مع سيدتي وود.